السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مش نكمل جوه إن أنت تعمل مدينة كاملة تحط فيها شبكات المية وشبكات الصرف وتحط فيها المصانع اللي أنت عايزها موجودة في المدينة. بتبدأ تختار المدينة اللي أنت عايزها، تقول له ممكن أقول له أنا عايز كريت جيم، تختار المكان اللي أنت عايزه. بعد كده بتختار اسم المكان، وبعد كده بتختار انهي جزء هل انت عايزه كله مثلا في المية، عايزه بره المية، عايزه مشترك بينهم بالمية زي ما انت عايز. بعد كده بقول له بلاي، بتعمل شبكة الطرق بتاعتك. أنا ده المكان اللي أنا هشتغل عليه. مثلا أول حاجة طبعا هعملها شبكة الطرق، ده الخط الرئيسي بتاعي. أقول له أنا عايز من هنا، أو عشان أنا مسجل الماوس يختفي. هنا وممكن بقى تشوف انت عايز تودي فين زي ما انت عايز. وبعد كده تبدأ تعمل دونات، تبدأ تحط الكهرباء والمية، وتبدأ تحط الصرف، تبدأ تحط كل حاجة في المدينة، بحيث ان انت بقى خلاص تعمل لها مدينة كاملة، وتبدأ تعمل تبدل حياة مع المدن اللي جنبيك. ان تبدأ تشوف انت كنت ايه المدينة محتاجة عشان تعمله، كأنك انت مثلا عندك منطقة وتبدأ تحط فيها المباني السكنية والمباني الصناعية زي ما انت عايز.